قمصان المنتخب الأرجنتيني، ونتمنى بأن أيضا تأتي البطولة الثالثة للأبيض يورو دولفو أروى برينا في بطولة كأس الخليج القادمة في البصرة خليجي 25 في الأيام القادمة. الآن كرة ثابتة، أربع حرة مباشرة على تنفيذ عبد الله رمضان هو على تنفيذ الكرة الثابتة. عبد الله رمضان نقل عرضية خطيرة بالرأس، الكرة تتخلص هذه وتبعد عادت مرة واستعدادات، الكرة بتعود إلى محاولة لفابيو دريما لكن تتخلص هذه وتبعد، تتخلص وتبعد إلى أيضا غياب وليد شور، كرة بتعود إلى المحاولة أحمد عبد الله جميل، هنالك صافرة وخطأ لمصلحة اللاعب أحمد عبد الله جميل، صافرة وخطأ، يغيب من يغيب يحضر من يحضر، الآن يجب بأن نعطي كل الدعم والمؤازرة للاعبي الأبيض في خليل بدر يتحصل على البطاقة الصفراء في بطولة كأس الخليج في الاستحقاق القادم. كرة ثابتة الآن، فابيو دي ليما هو على تنفيذ الكرة الثابتة، آخر مواجهة ما بين المنتخب الوطني والمنتخب اللبناني، انتصر الأبيض بهدف مقابل لا شيء في لبنان. فابيو لانقلها عرضية خطيرة لكن الكرة تتخلص أيضا وتبعد، عادت مرة أخرى محاولة اللي يحترف في السويد موجود في القائمة أيضا اللاعب دانيال، الكرة بتعود إلى المحاولة، حارس المرمى يخرج حاني نقلها لحارب، لعيبي حارب تمريره الى احمد عبد الله، احمد والكره الخطيره لكنها بتعدي الى ضربه مرمى بعيده يا رودولفو اروى برينا، احمد عبد الله جميل نقلها عرضيه رائعه لكن كايو كنيدو لعبها بكل ما اوتي من قوه راحت بعيده الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى حارب عبد الله السهيل بتمريره لاحمد عبد الله جميل، ثم بعد ذلك تسديده من كايو كنيدو راحت الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى، الكرة فيها أيضا صافرة، روح رياضية جميلة كريمة. اللاعب عبد الله رمضان لفابيو ليما لكايو، خطيرة تسديدة يا عيني يا عيني الأخيرة بتمريرة جميلة لمايد راشد ومايد سددها، لكن كرة مايد على العارضة إلى ضربة مرمى أسامي أو أسماء كرة موجودة الآن أمامية راحت إلى رمية تماس علي الحاج الكرة مبعدة وهنالك صافرة وخطأ يتحصل عليه لاعب نادي العهد في أن نترجم العمل اللي قمنا به إلى روح قتالية إلى إصرار إلى تحقيق الهدف. كرة ثابتة خطيرة تسديدة مرت بجوار القائم خطيرة سلام يحارب خطف حارب أول الأهداف حارب تأخر فيها نقلها حاول أن يمررها يضمنها حارب عبد الله السهيل حارب تقدم حارب نقلها إلى كايو كنيدو كايو يقاتل عليها القب على نهاية شوط المباراة الأول إلا دقائق قليلة وسيزل الستار على هذا الشوط السلبي في كرة ثابتة ركلة ركنية على تنفيذ عبد الله رمضان عبد الله نقلها عرضية الكرة تتخلص بالرأس تبعد عادت مرة أخرى لعبد الله نقلها عرضية عالية خليفة الحمادي هيم طويلة أمامية خلف المدافعين حلوة من خليفة اللي أحمد عبد الله انفراد وأحمد عبد الله يتابعها لكن المدافع بيخلصها أحمد عبد الله جميل انسعب عبد الله رمضان نقلها إلى كايوم إلى ليما هذه خطيرة ليما يحاول لكن الكرة تتخلص من أمامه تعود مرة أخرى التحامات أقل من لاعبي المنتخب الوطني كرة تعود الآن لأحمد عبد الله بالأخير هذا الكسندر إيليتش مدرب اللي يقود المنتخب اللبناني
الكسندر خليل خلفه، هذا لعيب، هذا لعيب، هذا لعيب، حذاري منهم. عادت الى كريم، كريم بيسدد، لكن ايضا الكره راحت الى باعداد قليله. هذه اخطر الكرات لمنتخبنا الوطني. انفراد الكامل للاعب احمد عبد الله جميل اللي هرب خلف المدافعين في لقطه كانت رائعه بتمريره مباغته من خليفه الحمادي، وبانطلاقه ايضا مفاجئه من احمد عبد الله جميل. نادر مطر، نادر ولا كريم درويش الاقرب، كريم، كريم تقدم لها، كريم راحت بعيده الى ضربه مرمى، ومعها حكم المباراه قاسم مطر يعلن عن التعادل السلبي ما بين المنتخبين. الشوط الثاني في بطوله كاس العالم في الايام الماضيه كانت سعادته كبيره هذا المدرب. الان فابيو دي ليما، ليما والكره الثابته، ليما والحل، ليما والحل، ليما، لكن حارس المرمى على مرتين متابعه، الكره فيها ايضا رايه، الكره الماضيه فيها رايه وتسلل، رايه وتسلل، هذه تسديده ليما، هذه تسديده ليما، لكن حارس المرمى مهدي خليل على مرتين، مهدي الكره سقطت منه، المتابعه كانت حاضره عن طريق اللاعب وليد عباس، وهنالك ايضا رايه راح يشارك في اداره مباريات كأس الخليج. كرة بتعود الآن، محاولة عرضية خطيرة لكن أيضا تصطد وبتعدي إلى ركلة زاوية، إلى ركلة زاوية. عادل النقبي، كرة ثابتة لا منقولة، عرضية خطيرة، المحاولة داخل منطقة الجزاء، خليفة الحمادي، لكن أيضا الكرة مبعدة، عادت مرة أخرى. 100 مباراة اللاعب الغايب عن هذا اللقاء، كرة بتعود إلى حارب، حارب عبد الله، حارب يحاول فيها، حارب عبد الله السيل، حارب فتح لنفس المساحة، سدد لكن حارس المرمى بيشيلها، حارس المرمى اللي يحاول فيها نقلها أمامية، تمريرة إلى أحمد عبد الله، لكن أيضا الكرة راحت سهلة. راحت سهلة. مهدي، محمد عبد الباسط، وعلي صالح، فابيو الإمام، الكرة بتعود الآن علي، أو هذا حارب، حارب نقلها عرضية، ما في أحد يتابع، ما في أحد يتابع، حرة مباشرة لمسرحة المنتخب اللبناني. كرة منقولة الآن، عرضية خطيرة، لكن أيضا بلمسة أمامية، المحاولة وصلت إلى عبد الله رمضان، عبد الله إلى علي صالح، علي يحاول، علي، علي العراقي واجه المنتخب الكويتي، تمريره الى حارب، هرب حارب في الجهه اليمنى، حارب هذه مساحاته، هذه مساحاته، انطلق حارب، محاوله من حارب، عرضيه خطيره، وتيغالي اخيرا، تيغالي اخيرا بمجهود كبير من حارب، حارب يسجل باقدام تيغالي، نعم حارب يسجل باقدام تيغالي، الابيض يسجل اخيرا عن طريق اللاعب البديل سباستيان تيغالي، لكن حارب عبد الله سهيل اهداها لتيغالي على الطبق من ذهب، على الطبق من ذهب، تمريره وضعت تيغالي امام المرمى، وتيغالي يحسب له التمركز، يحسب له التمركز، سباستيان تيغالي اللي يضع الكره في الشباك، اللي يسجل اول اهداف منتخبنا الوطني في شوط المباراه الثانيه، الانتصار مهم. تبعد من امامه، عادت الان الى خالد بالخطأ من الضنحاني، وصلت المحاولة فيها أيضا، هذه الكرة اللي كان يطالب فيها بخطأ اللاعب علي الحاج، حكم كان قريب، تمثيل واضح في الدقائق الأخيرة، في الأربع دقائق الأخيرة، الأربع دقائق الأخيرة المتبقية. الكرة بتعود الآن، محاولة إلى حارب، 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 عرضية خطيرة، لكن الكرة تتخلص وتبعد.